طيب دكتور، في ناس بتيجي بتبقى عايزه تخس بسرعه، يعني انا متشجعه كده وحد مديني شويه باور حلوين كويس. كده، وعايزه اجي لدكتور وليد ويقول لك بص في اقرب وقت ممكن انا عايزه اخس. ممكن نقول يعني مينيمم كده الموضوع بياخد معانا وقت قد ايه ان احنا نبدا نشوف نتيجه حلوه كده؟ طيب احنا طبعا عن طريق جهاز الانبادي نقدر نعرف المشكله عندك فين. طبعا 99% زياده في الدهون ونقص في معدل حرق الدهون. طيب احنا تقييمنا ريني ان شاء الله بيبقى كل شهر، يعني كل 30 يوم بتلاقي دوره الحرق اكتملت، بتنزل معانا ان شاء الله دهون من 8 الى 13 كيلو شهريا ان شاء الله. تحس فرق كويس جدا. طبعا طبعا ده اختلاف تمام. 13 كيلو في الشهر ده يعني دهون. حاجه هايله. دهون ها مش ميه، يعني ما ترجعش تاني ولا عضلات ولا عضلات. لا انا ملعب على الدهون بس. عشان كده طول ما انت ماشي صح وبتسمع الكلام صح وبتنزل على الميزان وبتنزل في اللبس والمقاسات، يبقى انت كده نازل دهون الحمد لله بلا رجعه وصحيا وتبقى احسن. احنا عندنا حالات كتير قوي، مرضى ضغط، مرضى كبد، الحمد لله بيتم شفائهم 100%. نظرا احنا عالجناهم صح. نزلنا دهون ضاره، زودنا الدهون النافعه، زودنا معدل الحرق بتاعه، خلاص مهما ياكل عمره ما يرجع يزيد تاني، لان احنا اوريدي صغرنا المعده وزودنا معدل الحرق بتاعه. جميل. بس طيب مش اي كبسولات يا ريني بقى، طبعا مش اي احنا ادويه، اتفقنا ان مش اي دواء اي احنا حاجه كده يعني. من النت ناخدها وخلاص. لازم دكتور متخصص للمجال ده. تمام.